المملكة المورية تاعنا استطاعت بفاعليتنا كأمة مورية. احنا عندنا فاعلية، لأن فشلنا ما خليناش المجال خاوي، درنا إمارات ها برغواطة ها الأدارسة، لأن الأدارسة راها هي أوربة باش ما تمشيوش غالطين، راه ماشي عربية راه أوربة. درنا بني مدرار سجين المساء، درنا نكور، درنا مجموعة من الإمارات. يعناه أن المجتمع نتاعنا مجتمع فاعل، وبعد ذلك سيتولد لدى المغاربة لدى الأمة المورية طموح لتشكيل دولة مركزية قوية، فكان ذلك من إبداع وتخطيط وتنفيذ الفقهاء السلفقية بالجمجمة، لأن الفقهاء هم الذين أسسوا الدولة المرابطية. المبادرة منين جات؟ جات من أبي عمران الفاسي وعبد الله بن ياسين وكاك بن زلول اللمطي، هاد الثلاثي هما اللي اسسوا الدوله المرابطيه، وكلهم امازيغ، كلهم مغاربه. اذا هاد الامه الموريه فعلت فعلها فعلها في التاريخ، واسست الامه والدوله والامبراطوريه المرابطيه اللي حكمت تحت الجزائر بني مزغنة انذاك. المجالات التي توجد شرقنا ما عندهاش فاعليه في التاريخ، في سبات، بل اكثر من ذلك كانت مجالات ترتبط بالعمالة لقوى أجنبية. في نوميديا في تونس كانت إمارة بني زيري، وإمارة بني زيري كانت ترتبط بالعمالة للفاطميين، وكان الفاطميون في مصر يستغلون عمالة بني زيري فيرسلون بلوكين بن زيري بن منات صنهاجي ليغزو ويضرب المغرب زمن حكم الإمارات. ايضا المغاربه استطاعوا انهم يكونوا الامبراطوريه الموحده اللي حكمت حتى طرابلس، استطاعوا ياسسوا الحكومه والدوله المرينيه، استطاعوا ياسسوا ايضا الدوله السعديه، في حين المجالات التي كانت تقع شرقنا كانت مجالات غير فاعله. بعد ذلك سيسيطر عليها العثمانيون، في حين أن الأمة المورية بقات محافظة على الاستقلال نتاعها. إذا بالنسبة لنا احنا كأمة مورية ما تربطنا بهم حتى شي علاقة. يعني فاش تقول لي أنت تامزغة الكبرى، أنا تنعتبرك إذا تخرف. كاين مشترك نتاع اللغة صحيح، في إطار التواصل صحيح، ولكن باش تقول لي كاين تاريخ مشترك او غادي يكون هناك مصير مشترك في المستقبل، لا. احنا فاش كندافعوا تندافعوا على الامه المغربيه، كيف قلتي نتايا بسميتو تمغربيت، وبالنسبه لي انا لا اؤمن بشي حاجه سميتها تمزغه الكبرى على الاطلاق. الذي يهمني انا هو التاريخ الموري تاع المملكه المغربيه اللي تعتبر استمرار للممالك الامازيغيه. وضحت شيخ تاعنا؟ لا، انا راه هذا هو ما اتفق عليه، وانا بحثت على هذه التمزغه الكبرى لا توجد، حتى مشيت عند يوب وعيطت له وباقا الاول والثاني قلت لهم هل كانت التمزغه الكبرى، قالوا لي لا. قلت ما نقلب في اي حقبه. شوف اللي تهمنا احنا هو الامه المغربيه نتاعنا، او ما يصطلح بالعهد القديم الامه الموريه. الصلاه والسلام سالينا، سميها كما شئت. نحن نقول شيء المغرب أولا وآخرا، الصلاة على النبي، ونقف تاخر بالهوية ولا الأمة المغربية ولا الأمة المورية، الصلاة على النبي. هذا هو اللي كان، ولا أنا لقاء واحد آخر في إن شاء الله باش نعطيو بزاف الإخوان. الإخوان كاع السي الشيخ جمجمة ولا الإخوان كاع اشتركوا مع الدكتور كلاب، إن شاء الله تكون واحد الصفحة ليا كبيرة، نكون استخدمنا نبقاو نجيو ونطلعوا عنده إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا لا إن شاء الله هنوليو حلقة في الأسبوع، وهنوليو نجبدوا ونضاربوا ونجبدوا المعلومات، وباش نفهموا لأن خاصنا سمعنا الإخوان. أنا كي قلت لك خاص الثقافة الأمازيغية، الهوية الأمازيغية نشرحوها للاخوان، باش لان كيفاش كي قلتي ان مصر يفتخر بانه فرعوني، لبناني وسميتو
وسوريا افتخروا بانه شامي وجدته زنوبيه وما زورهما. تتمشي العراق يفتخرون بالبابليون وداك الشيء، وحنا المغاربه كتجيهم شكل يقول لك انا امازيغي. صح. راه هذا هو اللي تنهضر، راه ماشي مشكل، حنا راه ما عندناش مشكل مع اي المغرب للمغاربه.